ياسمين عبد العزيز في برنامج صاحبة السعادة قالت ايه عن توقعات ليلى عبد اللطيف لما قالت عن طلاقها وعن زواجها مرة اخرى، وايه اللي قالته وبكت في البرنامج وبشدة. اهلا وسهلا بيكم، بتمنى لو اول مرة بتشاهدوا قناتي ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد والضغط على اللايك. ياسمين عبد العزيز ظهرت مؤخرا والأغلبية شافت طبعا حلقتها وشافت مقاطع منها، وكان من أشد يعني مشهد في الحلقة بكاء ياسمين عبد العزيز بشدة وهي بتسألها إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة إيه اللي خلاكم اتطلقتوا وهل أنت لسه بتحبي؟ فقالت لها طبعا بقى انا مش بحبه، انا بعشقه، وهو برضو قال انا بموت فيها بحبها، وفي كذا برنامج قال ان هي مش حاجة طريقة في حياته، هي كانت كل حاجة ومش ممكن حد هيجي مكانها او هيسد مكانها، وكمان هو بيحبها وعمره ما حب غيرها وانه ما سابهاش ابدا عشان الخيانة. فهي قالت لها الكلام ده وياسمين بكت وقالت لها انا بعشقه وبحبه ومنستهوش. فالمشهد ده اثر في ناس كتير، وفي ناس بتقول هل هما ما سابوش بعض وكان الموضوع حاجة اكبر من توقعاتنا كلها، او يعني في ناس قالت ان في سر في القصة دي، وفي ناس قالت ان هما يعني محللين قالوا ان هما فعلا متطلقين وهيرجعوا لبعض او ممكن بدأوا يرجعوا لبعض، ولكن بتهالي في الحلقة دي كده هما خلاص رجعوا لبعض. فرجعت كده اكيد 100% ياسمين عبد العزيز مش هتقول الكلام ده الا لو هي رجعت او هترجع لاحمد العوضي. تاني شيء هي قالت عن ليلى عبد اللطيف لما قالت لها انت صحيتي كده من النوم فلقيتي اللي هي بتتوقع، هي ما جابتش اسم ليلى طبعا عبد اللطيف، ولكن هي قالت لقيتي اللي بتتوقع توقعت لك بالطلاق، وفجأة كده والموضوع بقى ترند واتطلقتي فعلا. فهي قالت طبعا ما فيش طلاق بدون مشاكل، فانا حواليا ناس كتير محيطة بيا وعارفة ان انا هتطلق وعارفة ان انا في مشاكل، واعتبر كنا انفصلنا من قبلها بكتير. فبتقول ما فيش طلاق بدون مشاكل وبدون انفصال مسبق قبل كده، فبتقول ايه المحيطين بيا عرفوا الموضوع ده فممكن ابلغوا السيدة دي او حد من معارفها. وبتقول كل الناس كانت حتى الناس العادية عارفة ان احنا اتطلقنا او هنتطلق قبل ما تعلن ليلى عبد اللطيف ان هيتم طلاق ياسمين عبد العزيز. فبتقول ده مش توقع، ده كانت حاجة يعني عادي معروفة واي حد بياخد باله كان هيعرف. وبتقول ان يعني على علم التوقعات ده ان هي الناس دي بتبقى شايفة الاحداث اللي بتحصل من قبل كده. فبتقول لها ولما قالت يعني هترجع تاني لان احنا بدأنا يبقى الموضوع يهدى شوية ونبدأ يعني عادي يتقربوا من بعض. فهي بتقول عن توقعات ليلى عبد اللطيف ان هي اكيد خدت الخبر من حد مقرب من ياسمين عبد العزيز او هي لاحظت ده، لان كان في حتى الجمهور العادي كان ملاحظ ان هيحصل طلاق وانفصال اللي كان مركز معاهم. نتمنى الخير لكل الجميع وربنا يقف مع غزة وينصرهم بإذن الله وينجيهم، وندعي كلنا كده يعني كل اللي يشاهد الفيديو قليل أو كتير يدعي لأهل غزة، ندعي مع بعض إن ربنا ينجيهم من اللي هم فيه ويشيل عنهم الحرب والدمار وينجي كل الأطفال الموجودين في غزة. شكرا جدا لاستماع الجميع.